خليك خالي معهم شي معهم انا كان حلمي من عم نول يكون عنده بيت وعملوا له البيت وعملوا له الحديقات عملوا له الالعاب عملوا له كل شيء بدي اياه الله يعطيك العافيه. وانت عم تستلم البيت انا فرحان ومبسوط كثير كثير. شو حدك جاري انت؟ مصطفى زيادي مدير تنفيذي في مكتب الداخل السوري في جمعية ضياء الإنسانية. اليوم تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قرية نور للمكفوفين. هذا المشروع يضم 182 شقة سكنية ما بين كبير وصغير. اليوم تم افتتاح 60 شقة سكنية مجهزة بكل المرافق العامة بصرف صحي ومياه وكهرباء. في كل بيت فيه كهرباء مستقلة عن البيت الآخر. المياه تصل إلى قلب الشقق. تجهيز كذلك المسجد والحدائق والملعب والنقطة الطبية والإدارة وبعض المرافق.